FM. الكلمة ليك. التسفير شنو عاملين أجانس يركبوا فيها في العباد وعاملين بوق؟ تيماو ثم بيئة كاملة في تونس كانت موجودة تشجع على السفر إلى ليبيا. اللي على المنبر قال برا مشي وراه فرض جهاد، واللي عملونا جمعية مقاطعة سوريا لهنا، واللي الناس كلها عاملة في البلايس الكل، توصل نتيجة أنه الإنسان هالشاب اللي موجود لهنا يمشي غادرة. معناها زيادة ما نبدوش نحكيه في الحكاية مقتطعة، البيئة كاملة في تونس إعلاميا ودينيا وعلى المنابر وفي البلايس الكل راهو يلزم تمشي لسوريا لأنها فرض جهاد. معناها هكا ناخذوها الحكاية، والناس كلها مسؤولة في الجانب هذا، مش كان اللي سيد اللي مشغل سيد اللي مشغل. أنا ساعات في اعتقادي نجم نصنفه كضحية، معنا بديت لأن البيئة كاملة كلها كانت مشجعة على شيء هذا. الكلمة ليك.